أخبار اليوم. الشيخ خميس العجرمي أمين عام أحد النقابات القبائل العربية، بنرحب بك في أخبار اليوم. أهلا وسهلا. عايزين نعرف من حضرتك سبب الوقفة النهاردة إيه؟ أولا أنت عارف أن الشيخ خميس العجرمي يتواجد في كل محافل تنادي باستقرار البلد، وإحنا أمام إرهاب غاشم يكاد أن يدمر مصر الحبيب. لما نلاقي فيه حاجة خطر جاي على البلد، سرعان نحن القبائل العربية سرعان ما نتجه، أي كان سرعان ما نتجه إلى وقف هذا العدوان الغاشم. لأن إحنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين قالنا رئيس لكل المصريين باختياراتنا، إحنا اللي اخترناه، إحنا اللي فرضنا عليه نكون رئيس لمصر. فالنهاردة بنقول لشعب مصر، يا شعب مصر، زي ما وقفتم ما يقرب من 50 مليون، هم 22 مليون صوتوا، لكن أكثر من 50 مليون مؤيدين، أكثر من 50 مليون، لو نقولوا 25 2 بس راجل ومراته ب50 مليون، لكن أكثر من ثلثين الشعب مؤيدين، مؤيدين بقوة. ولكن قصير معين احنا مش هنكون قصير صغير ده، اللي هو اللي جزء ما يخربش بلدنا وما يدمرهاش. يعني حتى نقوله بالانتخابات والتصوير، راجل كان التصوير نحن عاوزينه، لازم نقوله الفرصة. كلماتهم كانوا مبارع 23 او الشهيد بتاع الشرطة ده ابن من ابنائنا، احنا ابنائنا، احنا اللي هم ابناء الوطن، واحنا النهاردة جايين نقول للوطن، جايين نقول للقوات المسلحة على احترامات نوقف على جنب ايه؟ اللي احنا معاك يا قلبنا، معاك يا سيسي، ولا للإرهاب لا للإخوان